أنا أعتقد أن طرح هذا المشروع للمناقشة من خلال السيدة وزيرة الثقافة والفنون اللي هو مشروع السينماتوغرافية يعالج واحد من القطاعات المهمة في المجتمع الجزائري وهو قطاع السينما الذي للأسف الشديد عرف تأخر كبير واختلالات كبيرة، وخلينا نقول حتى في بعض الأحيان تم صرف العديد من الأموال في هذا القطاع لكن دون أي نتيجة. لماذا؟ لأنه لم تفتح ورشة حقيقية لإصلاح هذا القطاع. لكن هذا المشروع نشوف بأنه يأتي بحلول كبيرة جدا لمعالجة هذه الاختلالات التي تكلمت عليها. اليوم فيه إرادة سياسية من قبل السيد الرئيس وحتى من قبل السيدة وزيرة الثقافة والفنون لإصلاح هذا القطاع المهم اللي يجب أننا نغير من النظرة إليه على اعتبار أنه يمكن أن يكون مجال للاستثمار ولتوظيف وخلق مناصب عمل. لماذا؟ لأنه لو نشوف اليوم السينما والصناعة السينمائية في العالم فهي تصبح تدر الأموال بالملايير. عندما نقارن السينما الجزائرية بالسينما الأردنية أو حتى المصرية أو التركية فنحن في ذيل الترتيب للأسف الشديد. ولكن نظن هذا القانون مهم جدا، ولكن شرط أني أشرت في المداخلة التي تكلمت عليها وهي أن هذا القانون لا يجب أن يهدد الأمن المجتمعي للجزائر. نحن دولة عربية مسلمة محافظة نملك كل من رموز وإمكانيات الحفاظ على هذه المنظومة الثقافية والتربوية. هذه الصناعة السينمائية نتمنى أنها تشارك وتنخرط في عملية التنمية وبعث الاقتصاد وبعث الاستثمار لإدخال مزيد من الأموال بالعملة الصعبة، ولما لا كما قلت أننا نخلق ما يسمى بمناصب عمل. وأنت تعرف السينما فيها عدة قطاعات فيها عدة مجالات تفتح مجالات للتوظيف بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. لما قرينا القانون فعلا داروا تسهيلات كثيرة للفنانين والمخرجين وتاع السيناريوات، لكن أنا خايف لما قلت الوزن خايف كذلك القانون يعيش في البرلمان ولما يخرج الواقع ما يلقاش المتابعة ويكون مصيره كمصير كثير من القوانين. واش كنت تكلمنا على بطاقة الفنان، قلت لها مازال إشكال أن لا تعطى بسهولة لجميع الفنانين، أين الإشكال؟ هناك إشكال تاع القانون خاص للفنان اللي نعطيه له اللي نهتموا بالفنانين. تكلمنا على التاريخ الذهبي للسينما الجزائري في السبعينات والستينات، أفلام في نفس السنة أفلام عالمية دارت ثورة أثرت في سلوكات بل أنقلت الجانب الثوري من الثورة الذي لم يعيش الثورة عاشها في الأفلام الجزائرية، لكن تراجعت السينما الجزائري كذا. وأنا قلت في تدخل تاعنا ليست مربوطة باللي قلت الإمكانيات أو قلت الفنانين، هي قلت الاهتمام، يجب أن نهتم بالجانب هذا. حتى قارنت بينه وبين قانون تاع الصحافة، قلت هناك إقبال تاع النواب على الصحافة قانون الصحافة أكثر من كذا رغم أن السينما عندها قوة في التبدأ أكثر من قانون الصحافة. درنا بعض التعديلات اللي هو تسهلوا لهم المهمة، قال لهم بدون ترخيص تقدروا يصوروا، لكن ما زال هناك إشكال، ما كانش تكوين. يعني لما واحد يصور بحث مرفق عمومي قادر يوقفوه مسؤولين يقولوا له واش قاعد تصور، رغم أن القانون يقول يرخص له هو التصوير بدون كذا. تكلم كذلك أن القانون يتكلم على أنه باش يشجعوا الناس اللي متربصين أنه يشترطوا عليهم أنهم يديروا 10% من الناس يتكونوا في السينما وفي الإخراج. فقلنا لهم ما هي التحفيزات؟ بنحفزوا إذا كان اللي يديروا الرعاية للرياض كرة القدم يرفعوا لي زامبو، حتى هذا لما يشجعوا الناس على الأقل ترفعوا لهم الضرائب باش نشجعوا الإطار هذا.